السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة. عندكم رقمين بالأعلى إلى الداخل العراقي، عندكم رقمين بالأسفل للأشقاء العراق الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي وحتى المحيط، يقدرون يتصلون بنا على واحد من ثاني أرقام. وأيضا عندكم نفس الرقمين الموجودات بالأسفل، هن رقمين المخصصات لبرنامج الواتساب، اللي ما يقدر يتصل بنا يدزلنا رسالة على الواتساب حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملفاتنا واللي هو ملف الخدمات. اشتعل الغضب بمدينة السامرة بمحافظة صلاح الدين بسبب غرق أحيائها ومداخلها بمي المطر، وطالبوا الأهالي أن يتم الكشف عن الأموال اللي انصرفت للمشاريع الخدمية. أظهرت لقطات غرق مدخل مدينة سامرة بالمي وتحول الشوارع إلى برك مائية وراء أول موجة أمطار تجتاح مدينة سامرة ومدن ثانية. مدونون شددوا على ضرورة تدخل الجهات المعنية ومحاسبة المتلكئين بالعمل، إضافة إلى الكشف عن المليارات اللي انصرفت خلال السنوات اللي فاتت واللي قالوا عنها انه انصرفت حتى يحسنون من حال الواقع الخدمي. بهالاثناء تداول ناشطون مقاطع من داخل مدينة سامراء تبين واقع الحال المزري اللي دا يعيشوه بظل الاهمال الحكومي بالمدينة. مشاهدينا الكرام خلونا نشوف هاي اللقطات. يقول لك هاي المدينة يسموها دريم سيتي، المترو بها ب 13 مليون، بع 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 الهضبات، بع البحيرات، شلون بحيرة تخبل، جبال، تلال، وديان، سهول كذلك. صراحة فرصة استثمار خرافية، يعني اللي يشتري هنا ما يخسر للأمانة. يعني شوف شوف شوف، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني والله حيرة حيرة ويا هالبشر. اللهم انا اطلع انت المحافظة اصحى مليار، اطلع هسه مرة شوف يا اخي، شوف الشوارع اخي والله ما تمشي، مزابيل وسخ، ارصفه طايح حظها، مجاري طايح حظها، يعني والله راح اسد من البيت. لا لا, لا شغل مال 4 مرات غصب، ما يصير يا اخي. عمود اطلع اطلع مع الاطفال يا اخي، هاي عطلت الاطفال، هاي كل ساعه جاينا نشر، والله عطله ورد نبقى انا، والله مو عطله والله جدي. يا اخي يا اخي فدنوب على كلام واحد. هسه وزير الموارد المائيه راح يتشلب بهذا الفيديو، مو على مود انه اكو مشاكل بالمي وغرقانه، راح يقول لك باع اكو جفاف عندنا بالعراق وسوء اداره للمي، لان هذا المواطن سبح 4 مرات بس ما فكر باللي دا يصير من محافظه من غرق او حال وامراض. المهم نبقى بسامرة، طلاب سامرة تاثروا بالانهيار الخدمي اللي دا يتفاقم يوم ورا يوم بسبب هطول الامطار اللي دا تتشكل برك مائيه بسببه او حال طينيه بالشوارع خلال توجههم للمدارس. وثقت صور تداولها ناشطون أحوال الطلبة بسامرة أثناء توجههم للمدارس بمشهد يبين الأوضاع اللي آلت إلها بالعراق بسبب الأمطار. خلونا نشوف. أربع أطفال دا يردون يعبرون هاي المسافة على مد ليد وسهم بالطين متشلبين بالسياج اللي هو بي آر سي أصلاً. تخيل إذا واحد من العواميد فلت، إيش راح يصير؟ نطلع من صلاح الدين نروح الذيقر. طبعاً طلعنا برنامج صوتكم بالحلقة الماضية الحال بدار الأطباء بمستشفى الحسين بالمحافظة، ولهالسبب ناشدوا الأطباء الجهات المختصة حتى يوجدوا لهم حل مناسب لأوضاعهم وراء غرق دار الأطباء المقيمين به، خصوصا إذا نعرف أنه انبنى من مجموعة من الكرفانات الغير صالحة للسكن وغرقت بمي المطر. خلونا نسمع مناشداتهم بهذا المقطع. احنا مجموعة من أطباء مستشفى الحسين التعليمي في السمارة، منذ بداية سكننا هنا ما كان متوفرة أبسط وسائل العيش والراحة في دار الأطباء اللي هو أصلا دار عزل للكورونا، وحاليا ساكنين بيه صار تقريبا 3 أشهر. ما متوفر لنا بيه كل شيء، يعني مجاري تطمح علينا، كهرباء تطق علينا، واحنا ما مأمنين على انفسنا بابسط الاشياء. واليوم
مطار الباحة العفو الباحة بدأت تمطر الدنيا زين، ولحد اليوم تقريبا الساعة 1 الظهر المطر فوقانا، وبعدين بدأت الوايرات مال الكهرباء دفن تجدح نار وصف الغرف زين، واللي تقول له تتحمل انت مسؤوليتنا اذا نسكن بهذا الدار يقول لي عفني من المسؤولية زين، احنا هاي الاطباء من يتحمل مسؤوليته؟ وهسه احنا عندنا دوام وكولات، كل الشباب ما عندها مكان، جنطها بالمي المال المجاري زين، ملابس بمي المجاري كليتها بمي المجاري، من الصبح لهسه احنا لازمين الماسحات ونشطف مي، وهذا حياة الطبيب، هاي الكرامة للطبيب. ما يحتاج نعلق على هذا الموضوع لان شرح لكم اللي دا يصير بكله، بس اريد اقول شغله واحده، الكرفان مبني من ماده سريعه الاشتعال، اذا الكهرباء طقت لا سمح الله اي تماس كهربائي ويا هاي الماده راح يشتعل، وراها راح يجون يقول لك حريق في مكان ما بسبب تماس كهربائي، حلوها من هسه حتى تخلصون من عندها. مشاهد الفشل الحكومي تتوالى بهوايه من المحافظات، ونروح هسه الى محافظه البصره. غرقت هواية من المناطق بالبصرة جنوب العراق نتيجة الأمطار الغزيرة اللي كشفت لنا سوء منظومات الصرف الصحي بالمدينة واللي تخصص إلها المليارات بالفترة الأخيرة، على الرغم من إعلان الأجهزة الخدمية بالمحافظة ووزارة الموارد المائية أنه الاستعداد التام الموسم الشتاء ومن أيام قليلة، وتهيئة عشرات الآليات حتى في ضوء خططهم للاستعداد إلى استقبال موجة الأمطار وموسم الشتاء، إلا أنه عدد من الأحياء بالمحافظة غرق ودهمت مياه الأمطار هواية من منازل المواطنين. أظهرت مقاطع مصورة حال الأهالي بمنطقة القبلة ورا ما غرقت بالكامل، خلونا نشوف قبل استعراض التعليقات. تفضل هاي البيوت، الله أكبر، لا إله إلا الله، الفاسد عدو الله، لا إله إلا الله، طبي طبي، والفاسد عدو الله، لا إله إلا الله، والفاسد عدو الله، لا إله إلا الله. شوف شوف الشيعة، شوف صورة الله أكبر، صورة الإمام علي على ما أعتقد، تفضل، هاي شيعة أمير المؤمنين، الله أكبر، بين الطين والسرجين شيعة أمير المؤمنين، تفضل يا حاكمنا الجعفري. شوف شيعة أمير المؤمنين هنا يمه كيسه، تفضل وخر يا ولد، وخر 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 وخر، هاي بيوت المواطنين في منطقة القبلة، بيوت أقل مطرها، يا الله أكبر، طقت المجاري عليهم، فتحوها على الأهالي، فتحوها على الناس، انفجرت المنطقة وبالتالي غرقت الناس والعوائل كلها منهارت. شركه تيل علاوه هسه، شفت يا شركه هاي؟ عندنا شركه سهل العراق، سهل العراق، هاي ما نسوي مشاريع في القبلة، سهل العراق، لا سهل العراق، نرجس نرجس، لا لا سهل العراق، لا قصه شارع، قصه شارع، احنا ما ندري نرجس سهل العراق سهل المدرسه، احنا ما لنا علاقه بهاي التفاصيل، احنا خلال 24 ساعه، ايه نعم 24 ساعه الماي هذا يفرغ، والا والا راح يصير غشي. هذا حال منطقة القبلة، ومناطق ثانية بمحافظة البصرة أيضا كان حالها مشابه إلى هذا الحال، وهواية من مناطق العراق بمحافظة العراق المختلفة حالها هو هذا الحال بسبب سوء الخدمات مو بسبب المطر. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك أبو حيدر النور يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، البصرة منكوبة بظل الفاسدين. محمد التميمي يقول وين شركة النرجس أم الكوميشنات والعقود الحصرية الخاصة من قبل محافظة البصرة. أحمد يقول الله أكبر، ليش هيك يسوون بالفقراء وأهل البصرة. كاظم عبد أبو صادق يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على حكومة الإطار التبعي. هذا حال البصرة اللي راح تستقبل بطولة خليجي 25. الناس لمن شافت هذا الموضوع علقت عليه، وعندنا اتصال حول موضوع الأمطار وكشف فساد المنظومة الخدمية بالعراق. محمود من البصرة، من الموصل عفوا، حياك الله يا محمود. خلي من البصرة محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخ محمود. الو الو. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. تسمعني اخ محمود؟ لا هذا العرب، هذه عرب حجايق السومي، هذول يعرفون الله محمد، هذول اللي يعرفون الله محمد اول وحده السبت دوام رسمي، ما يسوون الدوام. خما احنا هود اثنين المستشفيات بس القريولات ثلاثه الشوارع، حرام علينا الشوارع، طريق الجزيره احسن منها. هذول يعرفون، يعرفون ديننا، هذول جايين بس يبوقون. ابو الحرس الزوري يجتمع بالوزراء، ما عندنا احنا هنا لا وزير دفاع ولا وزير خارجيه ولا وزير رئيس الوزراء ولا رئيس دوله. البرحق هذي يجتمع هنا، عيران اخونا. نعم، شكرا جزيلا لك. هاشم من نينوى وحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز، احنا قدمنا على بيشمركة في سنة 2021. نعم. بيشمركة الزرفاني، وفي 16/12/2021 قدمنا على بيشمركة. اللي قدموا وياه طلعت اسمائهم، واحنا لحد الان يعني كملنا فحص الطبي والاجراءات كاملة. نعم. واحنا انا واحد من الناس ما طلع اسمي، يعني طلع اسمي ورحت سويت فحص طبي وما طلع اسمي على الالتحاق، وياي الوجبه نفسها نصهم التحقوا. نعم. اتمنى الصوت ما يصل الى حكومه اقليم كردستان. نعم. ان شاء الله اوصل صوتك. شكرا 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 جزيلا لك. شكرا استاذ علي. افاد مصدر مطلع باعتقال الناشط المدني عمار الحلفي من قبل القوات الحكوميه بمحافظه البصره. وقال المصدر انه قوة حكوميه اعتقلت الناشط المدني عمار الحلفي بالمحافظه. بهالأثناء أكدت زوجة الحلفي بمنشور على صفحتها بموقع فيسبوك أن زوجها اعتقل بدعوى كيدية وفق المادة 226 بسيطرة محمد القاسم، ونقله على أثرها إلى مديرية الاستخبارات بالمدينة. بوقت سابق وتزامناً ويا انطلاق التظاهرات بالبصرة، اتعرض الحلفي إلى محاولة اقتحام البيت من قبل مجهودين، ما اضطر إلى الهرب من المنزل هو وعائلته قبل أن يعتقلوا الفترة من الزمن ويطلقون سراحة وراها. عمار الحلفي يعد من أبرز الناشطين المدنيين بالبصرة، برز بهواية من المظاهرات والاعتصامات اللي صارت بالمحافظة، فضلا عن توثيق الهواية من ملفات الفساد اللي كشفت، الفساد اللي دا يصير بالمحافظة ودانت بها الأحزاب والميليشيات. خلونا نشوف واحد من المقاطع السابقة للناشط الحلفي. قبل فترة صورت هاي الأرض اللي استحوذ عليها مع الشليان، اللي يصير بتقاطع معهد النفط باتجاه شارع التجاري. هاي الأرض كل احنا نعرفها أهل الجمهورية كانت محرمات نفطية، بيها أنابيب نفطية، وكل احنا نعرف عائديتها علما للدولة. بين ليلة وضحاها تحولت الأرض علما لمحل الشليان. الكارثة مو هنا، تعالوا شوفوا لي الكارثة المصيبة. ما اكتفى بس بالأرض، لا، قال هذا الشارع التجاري اللي تاريخه أكثر وأكبر من محل شليان، قال هذا الشارع لي. تم الأوراق الرسمية، واليوم الدولة تدفع أجار إلى محل شليان مقابل هذا الشارع. يعني جاي يستحوذ على الأموال ويستحوذ على الأراضي، والكارثة والطامة الكبرى. الدولة بدل ما تحاسب مع الشليان جاي تدفع له فلوس. ترى هاي جديدة، ما الدولة تعطي فلوس الواحد على مود شارع. أول مرة أعرف أن أكو شارع ما مملوك للدولة، بس بالعراق. بالأثناء طالبوا متظاهري ساحة الحبوبي بالناصرية بإطلاق سراح الناشط عمار الحلفي وإيقاف الملاحقات ضد الناشطين بشكل عام وعدم كيل التهم الكيدية ضدهم. المتظاهرون توعدوا بالتصعيد بحال ما تم تنفيذ مطلبهم من قبل الحكومة وأطلقوا سراح الحلفي وباقي المعتقلين. خلونا نشوف جانب من البيان قبل استعراض التعليقات. تستمر الأحزاب وميليشياتها في تكميم أفواه الأحرار في المحافظات المنتفضة، وآخرها اعتقال المتظاهر السلمي عمار الحلفي في البصرة. ولن نسمح أن تكون الدعاوى الكيدية ورقة ضغط على المتظاهرين.
إذا نطالب من ساحة الحبوبي بالإفراج عن عمار الحلفي، وخلاف ذلك سيكون لنا خطوات تصعيدية تعلن في وقتها. الحرية للمغيبين والحرية للسجاد العراقي والرحمة والخلود الشهداء المسلمين. عاش العراق، عاش العراق. الناس لما شافت اللي صار لعمار الحلفي ولما سمعت بيان المتظاهرين علقوا على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك أيضا علي الدراج يقول: المالكي مو بس أهان الدولة بالتسريبات، كلامه يعتبر تهديد للسلم الأهلي، ما حد قال له على عينك حاجب، بس على هاي الناس الفقراء قادرين. مرتضى آل صنقور يقول: هذا أول مشروع الحكومة الإطار الذين يسوقونها أسيادهم كسوق الحمير، أو الذين يسوقونها، وهو تكميم الأفواه وإسكات الشارع حتى يفعلون ويحققون مآربهم العفنة. عمار النعيم يقول: أدري شلون بيهم سياسة تكميم الأفواه ومنع حرية التعبير، ما يبطلون منها. وأنور البصراوي يقول: الله أكبر على رؤوسهم، شمسوا الزلمة طاق صواريخ حتى تعتقلونا، الله ينتقم منكم. إذا كانت هاي التعليقات من قبل الناس حول هذا الموضوع. ويانا اتصال ابو صلاح من كربلاء، حياك الله يا ابو صلاح. الله يسلمك، شلونك خفل؟ هلا بيك يا الغالي. الله يسلمك طال عمرك، الله يوفقك. سلم علي وعلى فضاء قناه الرافدين المحترمه. حياك الله اخوي. الموضوع المال فوضانات والامطار ده يصير بالعراق لان ماكو بنيه تحتيه. الوضع انت من الخراب من الدمار من 2003 لحد هاي اللحظه. نعم. أم بس هسه الشعب العراقي ان شاء الله هم نهايتهم قريبه. تفضل يظهر من بيناتهم ام قريب. No. وهم احنا ننتظر هاي الشغلات مع شرطي ايران هسه وضعها مو طبيعيه. نعم. وهم هم خايفين هسه من شرطي ايران. لان شغله ايران مهمه لنا احنا العراقيين. نعم. لان هم دوله جابتهم ايران، هم متفقرين لهم ايران. نعم. ان شاء الله باذن الله. الله يوفقنا عليهم ان شاء الله، ونصرنا عليهم ان شاء الله، تنجم هاي الحكومه الايرانيه الخبيثه. نعم. المجرمه. اما تقول لي اكو بنيه تحتيه بالعراق بالاخ ما في. نعم. نعم يعني هم ذولا من جو بيته كان هم جو الا بالخراب بالدمار بالعراق ما سووا شيء بخير. وشنو رايك باللي دا يصير مع الناشطين الملاحقه المستمره لهم والدعاوى الكيديه اللي دا تتلفق لهم والقاء القبض اللي دا يصير بحق الناشطين المدنيين اللي دا يحاولون بس يوعون الناس ويبينون حجم الفساد اللي دا يصير بالعراق؟ اي نعم صحيح، لان هم الناشطين هم لا طبعا يضربوهم طبعا ياذوهم. ليش؟ لان دا يقول لك اكو فساد، اكو ظلم، اكو طار. ما هاي الحكومه اصلا من جت اصلا هي حزب الدعوه هو اللي اذى العراقيين. نعم نعم. هذا زعل بالعراق. نعم. هو اساسا حزب الدعوه يعني قلت نور المالك هو اساس بلاء بالعراق، هو نور المالك. نعم شكرا. وانت دعاية على نعم اعلى منه يعني. نعم شكرا شكرا لك ابو صلاح. حذرت تقارير دولية من أن الفساد تحول إلى ترهل وظيفي عبر أنظمة إدارية متخلفة وغياب الحكومة الرقمية. فاقم هذا الشيء كل من معاناة العراقيين بإكمال معاملاتهم بالدوائر الحكومية بالعراق. ساهمت هواية من العوامل بزيادة سلوك التضخم الوظيفي بالمؤسسات الحكومية، أبرزها سوء الإدارة، غياب التخطيط، تحول التعيين الحكومي إلى أداء لرشوة الناخبين أثناء فترة الانتخابات حتى يحصلون على مكاسب انتخابية أكثر، مو حتى يبنون البلد أو يساعدون البلد بمعالجة المشاكل اللي يعاني منها خصوصا في موضوع الدوائر الحكومية. بحسب دراسة عدتها منظمة العمل الدولية حول نسبة عدد الموظفين ب 12 دولة بالعالم، احتل العراق الدول الأكثر نسبة بعدد الموظفين الحكوميين التابعين للدولة بمؤسسات الدولة العراقية. يعني العراق بأكبر عدد من الموظفين بالعالم بس بأقل نسبة إنتاج، ويتسبب التضخم الوظيفي بانخفاض إنتاجية الموظف الحكومي. ليش؟ أولا عندك تخمة بعدد الموظفين، هالشي يتسبب بزيادة معاناة المراجع بسبب اتساع حلقة الروتين حتى يكمل أي مراجعة. ما بدل أن تكون المهام الإدارية موكلة بموظف
صارت المهام الإدارية إلى أكثر من موظف. هذا الشيء راح يخليه راجع أكثر من مكان، هذا الشيء راح يخليه يقود سلسلة إكمال معاملة معينة بأكثر من مكتب وأكثر من موظف وأكثر من ختم وأكثر من توقيع، وعليه صار عندك تكدس بعدد المراجعين لأنه حجم الإنتاجية للموظف قليل جدا. بهالأثناء أظهر مقطع مصور من دار الرعاية الاجتماعية أو دائرة الرعاية الاجتماعية عفوا، حال المراجعين واكتظاظ الدائرة بالمئات منهم، وبمشهد يبين أحوال العراقيين لما يراجعون الدوائر الحكومية. خلونا نشوف. عبالكم مؤسسة واحدة أو دائرة واحدة بالعراق هذا حالها؟ لا، الحال بالمستشفيات ما يختلف عن باقي الدوائر الحكومية ولا عن باقي المؤسسات الحكومية. المراجعين يتكدسون بالعشرات ويوميا بهواية من المستشفيات، وماكو طاقم صحي كافي يغطي الأعداد الكبيرة للمراجعين والمرضى. بهالأثناء مواطن يرصد لنا وجود طبيب واحد وسط عشرات المراجعين بمستشفى الطفل بمحافظة كربلاء وسط السياء أهالي المحافظة من هالشيء. خلونا نشوف. دكتور واحد والعالم كله واقف، الجهال مرضى، دكتور واحد بس هاي كله على العالم. أشوف المحافظ، محافظ كربلاء خليجي ويشوف. دبال العالم كله واقف. بس واحد دكتور واحد على العالم كله منتظر. شنو ذنب هاي الأطفال؟ إذا حالة اعتيادية وكشفية عادية الطبيب يحتاج لربع ساعة حتى يعاين أي طفل، يعني بالساعة 4 أطفال، يعني باليوم كله إذا نضرب 4 أطفال ب24، يعني إذا نحكي على 96 طفل. بس هذا شنو 96 طفل؟ لا يأكل، لا يشرب، لا يطب حمام، لا يطلع، لا يحكي تليفون، لا يرجع، لا يروح البيت، لا يخابر أهله، لا يخابر مرته، لا يشوف جهاله، لا يراجع مدارسهم، لا يشوف كل شيء ما يشوف. هذا يطب للمستشفى، يقعد من الفجرية لثاني يوم الفجرية. ما أعرف، الناس لما شافت هذا الحال علقت على هذا الموضوع وقالت من منصة فيسبوك عادل توما يقول: وين وزير الصحة؟ أكيد دا يحسب الفلوس اللي حصلها من الرشاوي والكوميسيون وحصتها من الاتفاقيات من طاح حظ هيج حكومة خلصانة فكرها بس بالسرقة والرشاوة. أحمد سكاينت يقول: التعيينات كلها للصحة والمستشفيات فارغة مهزلة. كرار صافي المسعودي يقول: هذا حال جميع المستشفيات بكربلاء، الأطباء حتى بالدوام الرسمي يجي ساعة 10 الصبح، وإذا تحكي وياه تبتلي من أمن العقاب أساء الأدب. حمودي آل الشعبان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل من ما يخاف الله بعمله، اللي قاسم يمين يؤدي بأفضل صورة. لكن أخي العزيز حمودي هو الطبيب قاسم يمين، لكن لما تكون بها مستشفى بها طبيب واحد شنو ذنب الطبيب؟ خلينا نكون واقعيين، لما يكون أكو طبيب واحد بمستشفى بها عشرات الحالات شنو ذنبه؟ ما أتوقع أكو مستشفى بالعالم بها طبيب واحد. على كل هذا الحال بالمستشفيات العراقية. محمد من أمريكا ويانا، حياك الله. ألو، السلام عليكم، حي قناة الرافدين البطلة. حياك الله أخوي. قاد أسد عمرك من 2003 رحمة الوالديك. هم قصني بتدمير العراق، لا زراعة لا صحة لا صناعة، كفيلك الله على مود إيران. نعم. دولة تبعية إيران، وللأسف العراقيين أكو بعض العراقيين تابعين لإيران تبعية، كفيلك الله تدمير العراق. وهاي الأحزاب عشاق القذرة هي سببها على مود
كل دكتور كل مستشفى يخلون فيها دكتور. نعم. اي دكتور يروح ثلاثة أربعة يجدوا بالقتل. تفي لك الله هاي الميليشيات التابعة لإيران الإرهابية. نعم. الحشد ما حشد صايبة الباطل دولة صنفينا إرهابيين ترى ترى أمريكا صنفتها إرهاب. تفي لك الله تدمير العراق. هبون هاي مال ماي مال المجاري إكرام هبون هذا دولة دمروها. نعم. واقو نهب تسليب تسليب العراق عمي خلوا بالعراق. تفي لك الله حتى لا ارتفعوا واقو. الله نعم. ينتقم عليهم وعلى جابهم ان شاء الله. تحياتي لكم. شكرا شكرا لك اخ محمد. شكرا لك. على ذكر شبكات الصرف الصحي اللي نسميها المجاري، صخره عبعوب بعدها موجوده ودا يصير هذا الشيء لو لا؟ اتمنى امانه العاصمه لو اي واحد او امانه اي بلديه بالمحافظات يجاوبون على هذا الموضوع. فاصل قصير ونرجع نكمل لكم مواضيع حلقتنا مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. استفحلت النزاعات العشائرية بمعظم محافظات العراق خصوصا محافظات الجنوب والوسط خلال 20 سنة الأخيرة بشكل لافت بوقت ضعف بأداء الأجهزة الأمنية وعجزت عن مواجهة انتشار السلاح واستخدامه بالصراعات وحتى بالمناسبات سواء كانت مآتم أو أفراح، واللي يروح ضحيتها بهواية من الأوقات مواطن مدني ما إلى علاقة بأي شيء ويروح بهواية من الأعداد بين قتيل وجريح. عرضنا بأكثر من حلقة برنامج صوتكم هواية من المقاطع لنزاعات عشائرية بمختلف المحافظات بظل العجز الحكومي عن وضع حد لهاي الظاهرة، على الرغم أنه القانون يعد النزاعات العشائرية كأنها عملية إرهابية. هالأثناء تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لنشوب نزاع عشائري مسلح بحي طارق ببغداد بين عشائر وسط غياب تام لأي مظهر من مظاهر القانون أو لنفوذ الدولة. خلونا نشوف. كنا نشوف بالأفلام وإحنا صغار أنه أكو خصوصاً الأفلام اللي تتكلم عن أدوار المافيا بالعالم، أنه أكو عوائل مسيطرة على حي في إحدى دول العالم أو شارع. يبدو أنه هاي الظاهرة دا تستفحل بالعراق. على الرغم من المشاهد السلبية الهواية لكن دائماً أكو بصيص أمل. أظهر مقطع فيديو متداول للشيخ بوحدة من محافظات الجنوب يتلف بندقية ابنه بسبب إطلاق النار بالهواء خلال حفل زفاف بعرس. الرجل قال، الرجل اللي ظهر بالفيديو قال، هاي التفقة اشتراها ابني ب800 ألف والبارحة صار عرس وصار خوش ولد ورمى بيها. اعتبر اللي سواه ابنه خرق لقانون العشائر والقانون الدولة وراها أقدم على تكسير سلاح ابنه. خلونا نشوف قبل استعراض التعليقات على هالخطوة. هاي التفقي اشتراها عينا لابني 800 ألف والبارحة صار عريس وصار خوش ولد
خرق فتوى المرجعية ورماديها، وخرق القانون العشائري ورماديها، وخرق القانون اللي يحميني ويحميه ويقول هذا القانون لا ترمون، الدولة تقول لا ترمي، فهاي عقوبة تشوفونها. ها 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 الناس لما شافت خطوة هذا الرجل علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من أحمد محمد: عاشت إيدك حجي، لو كل واحد مثلك يريد إصلاح البلد كان هسه الكل بخير. صبري جوهر يقول: عشت حجي وعاشت إيدك، رحم الله والديك، لو كل واحد يتصرف مثلك كان صار البلد بخير وارتاحت الناس، الله يحفظك. قصي علي أو قصي العلي يقول: والنعم منك، هاي الخطوات الصحيحة لمنع استخدام السلاح في المناسبات والأفراح. سيف غضبان الموالي يقول: ألف رحمة على والديك، لو كل أب بيسوي مثلك كان العراق بألف ألف خير. زين أرد أسأل المواطنين، شنو رأيكم باللي يجي واحد ويصير وزير، ما قاموا يرمون ببندقية أو تفقة مثل ما سماها الشيخ، صارت رباعية وشلقة، واللي ما يصدق شوفوا وزير التعليم العالي لما استوزر محمد الشيعي السوداني ايش سوى بمحافظته. كانت هاي مواضيعنا اليوم بحلقة صوتكم مشاهدينا الكرام على السريع. مياه الأمطار اللي غرقت هواية من المناطق، والسبب مو مي المطار، السبب سوء الإدارة اللي دا يصير بالعراق والفساد اللي دا يصير هناك تحديدا بالجانب الخدمي. الملف الثاني هي متابعة الناشطين، تحديدا الناشط عمار الحلفي اللي اعتقل بمحافظة البصرة، ومطالبة أهالي الناصرية وثوار الناصرية بإطلاق سراحه فورا. الملف الثالث هو الروتين اللي دا يصير بالدوائر الحكومية، واكتظاظ وازدحام داخل الدوائر الحكومية، خصوصا في دائرة الرعاية الاجتماعية وأيضا في مستشفى الطفل في محافظة كربلاء. والملف الرابع اللي تكلمنا عنه هواية برنامج صوتكم، وهو النزاع العشائري المسلح. شفنا نزاع ببغداد، وشفنا رجل يكسر بندقية ابنه لأنه ما يعجبه هذا الشيء اللي دا يصير بالعراق. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر. الكل يعرف أنه قناة الرافدين أوجدت نافذة، هاي النافذة اسمها أنت ترى، هاي النافذة انفتحت للناس حتى يسجلون بها اللي يردوه، حتى يوثقون بها اللي يردوه، حتى ينطون بها اللي يردوه، حتى يوصلون اللي دا يصير داخل العراق ويوصل صوتهم عن طريق هذا الشيء. بهالأثناء وصلت لنا رسالة طالب بها أولياء أمور الطلبة بمحافظة بابل دائرة صحة المحافظة أن يتخذون إجراءات فورية وحازمة بالمدارس، وأن يراقبون المدارس بسبب انتشار الأمراض بين الطلاب. كل هذا الشيء دا يصير بسبب الإهمال وعدم مراقبة المدارس والنظافة ومراقبة اللي دا يصير داخل المدارس. أولياء الأمور طالبوا بدعوتهم من خلال خدمة أنت ترى، طالبوا أن يوصل صوتهم للجهات ذات العلاقة حتى يتحركون وينقذون أطفالهم من هاي الأمراض اللي دا تنتشر بشكل سريع جدا داخل المدارس. علماً أنه دائرة صحة بابل إلها علم مسبق بالفيروسات، بس أولياء الأمور ما شافوا شيء ولا حسوا بتحرك اتجاه الموضوع على حد تعبيرهم، ولهذا الشيء رسالة أولياء الأمور أمامكم، خلونا نسمعها. نطلب من صحة بابل أن تسوي إجراءات فورية، زين مثلا المواد اللي ترشها على التواليتات، على الحدائق، شغلات وقائية قبل ما يصير المرض، احنا ناخذ وقاية من عده. زين الفيروس هذا منتشر على العالم، يعني منتشر حيل، الله شاهد، هذا خطر. ايش كبري شكرا قد فيروس بعيني ما يقدر يشوف خطي، الله شاهد. احنا نطالب الصحة، نطالب التربية، الله شاهد. يعني عدال عدال ولدي قلت ما عاد يوم المدرسة، يعني وين نروح نطوي وجوهنا غير تجي الصحة تشوف غير هاي، يعني مدرسة كلها وسخ. روح شوفهم، مدرسة كلها وسخ، الله وكيلك محمد كفيلك، كلها وسخ، لا تدريس لا هاي، بس رجايل وكله واحد يقف واحد السعادة يلبسون كم ماما عمي تعالوا الصحة فحصوا هاي افحصوا
كل شيء ماكو، ولا اجونا اصلا ولا شفناهم. هم مو اكو امراض صايره بالمدارس، هسه مثلا نفخ العين، هاي السرع المنفوخه، يعني لازم التزم، وساخه كثريتها. لان اكو امراض صحيه صايره بالمدارس. مثلا اكو واحد بصفي يقوح راسه يوجعه، انا ما اعرف ايش بي، صدره مختنيق. كذلك كان يلبس كمامه على مود لا يصير بي امراض. كانت هاي الرساله اللي وجهوها الاهالي الى دائره صحه المحافظه، الى وزاره الصحه العراقيه، الى وزاره التربيه العراقيه، لانه موضوع المدارس العراقيه ومو بس وزاره الصحه، مو بس دائره الصحه، مو بس وزاره التربيه، مو بس رئاسه الوزراء، لا دول كلهم لازم يشتغلون سوا حتى يحسنون واقع التعليم بالعراق. لانه هذا الطفل هو مستقبل البلد. لانه هذا الطفل هو رجل المستقبل. لانه هذا الطفل باكر عقبه كنا راح نموت وراح يكون هو اللي من الممكن ان يكون هو رئيس وزراء العراق، من الممكن ان يكون هو المسؤول عن هذا المنصب. فحتى نبني البلد بالمستقبل وحتى نفكر بمستقبله لازم نفكر بمدارسه. فكانت هاي رساله الاهالي بخصوص المدارس نتيجه الاهمال. اولا المدارس المباني مالتها بالعراق مهمله، ووضحناها ببرنامج صوتكم هوايه. ثانيا ما عندهم رحلات، ما عندهم وسائل تدفئه، ما عندهم وسائل ايضاح، ما عندهم صبورات، ما عندهم كتب، ما عندهم امكانيه لشراء الدفاتر والكتب من الخارج، لانه اغلب اللي عايش بالعراق اليوم هو ما موظف، اكو عطاله، اكو بطاله بشكل ونسبه كبيره جدا. اضافه الى ذلك الاوساخ والنفايات اللي موجوده بالمدارس، حمامات مو نظيفه، الصف مو نظيف، اتربه، هاي كلها تسبب امراض. كل هذا الشيء وكل هذا الجو اللي يعيشه العراق اليوم هو جو يسبب المرض. نروح الى قضيه ثانيه وهي اعلان الاتحاد الكوستاريكي لكره القدم تراجع عن دخول العراق بدعوى انه ما تم تنفيذ الاتفاق اللي يقضي بين اتحادين كره القدم لكوستاريكا والعراق، انه العراق ما يخلي أختام دولة العراق على جوازات سفر لاعبين كوستاريكا، لأنه هذا الشيء يمنعهم من دخول هواية من الدول لاعتبارات سياسية. مصادر صحفية قالت أنه أكو سبب ثاني لانسحاب فريق كوستاريكا، وهو شعور المنتخب اللي يستعد وراء أيام الخوض مونديال قطر بعدم الأمان وانعدام الثقة وراء ما أخل الجانب العراقي باتفاقه باللحظات الأخيرة. حسب خبراء بالشأن الرياضي قالوا أنه قرار الانسحاب الكوستاريكي خلف خسائر أدى للجانب العراقي، من أهمها خسارة نصف مليون دولار دفعتها الجهات الحكومية تكاليف معسكر المنتخب الكوستاريكي بالكويت ضمن الاتفاق على إقامة المباراة الملغاة على ملعب البصرة، وأنه إلغاء المباراة يدفع دول الخليج إلى إعادة النظر بالمشاركة ببطولة كأس الخليج المسمى خليجي 25 المقرر إقامتها بمحافظة البصرة. بهالأثناء استهجنوا عراقيين من التخبط الحكومي اللي أدى إلى أن تتراجع كوستاريكا عن قرار اللعب بالعراق، واتهموا الاتحاد والفريق الكوستاريكي بسرقة العراق على وسم هاشتاغ كوستاريكا منتخب اللصوص. خلونا نستعرض سوية عدد من التغريدات اللي جت على هذا الوسم. محمد علي، أول تغريدة أخذناها لكم مشاهدينا الكرام من منصة تويتر، يقول ما حصل هو لمحة بسيطة على سمعة البلد ومكانته ونظرة الخارج إلى بالداخل. في الداخل حياة تبدو لنا طبيعية بحكم العادة، لكن وفق المعايير الدولية نحن في غابة. إصلاح هذه الصورة النمطية السلبية بحث مطول وقصة أخرى. هاشتاغ كوستاريكا منتخب اللصوص. جاسم يقول أشكر المنتخب الكوستاريكي الذي نبه الشعب العراقي لقيمة الجواز العراقي، على المسؤولين أن يخجلوا ويدفنوا رؤوسهم بالرمال بسبب هذا الموقف الذي ستتناقله كل أخبار الدول الرياضية كاشفا عن سوء سمعة العراق بين الدول. بدل أن يذهبوا ويتوسلوا بهم وينفقوا نصف مليون دولار، هاشتاغ كوستاريكا منتخب اللصوص. بيل يقول مع احترامي لكل الأنظمة والسيادات بس عندي سؤال بريء على طاري منتخب كوستاريكا وختم الجواز والسيادة، وين كنتوا من انفتحت الحدود للزوار الإيرانيين لما دخلوا بالملايين على الدراجات؟ هذول هم من ختمة جوازاتهم وطبقتوا عليهم السيادة لو بس على كوستاريكا؟ هاشتاغ كوستاريكا منتخب اللصوص.
صفاء تقول هاشتاغ كوستاريكا منتخب اللصوص، ليش سرقة ومصفى بيجي مثلا وغامزة أو غامز. مشاهدينا الكرام، قضية الجواز العراقي قضية بحثها يطول. المسؤول اللي يسأل أحد المتصلين يقول بقضية إيران سويتوا هذا الشيء أو لا؟ أنا أقول لك لا. والثاني اللي يسأل يقول لما أنتوا نفذتوا هذا الشيء ليش تصرفون 500,000 وما راح تتوسلتوا بيهم ولازم يدفنون رأسهم؟ ما تتوقع أنه هم اللي أدوا إلى أن يوصل العراق إلى هذا الحال؟ جوازك يعتبر واحد من أسوأ الجوازات بالعالم، إضافة أنه بغداد أسوأ مدينة للعيش بالعالم. التعليم خرج من قوائم اليونسكو لجودة التعليم بالعالم. زراعة ما عندك، صناعة ما عندك، أنت كل شيء ما عندك، أنت بس عندك حلم اسمه العراق، أنت بس عندك طيف اسمه العراق. لأنه إحنا البلد الوحيد اللي ماضي كان أحلى من مستقبله، أو عفوا اللي ماضي أحلى من حاضره، وما حد يعلم الغيب بس هو أحلى من مستقبله. فاصل قصير ونرجع نكمل وياكم حلقة صوتكم مشاهدينا الكرام. ما مجالات تخلف المسلمين اليوم وما مظاهر هذا التخلف؟ أي أسباب جوهرية تقف وراء تأخر المسلمين حضارياً ومعرفياً؟ ما الآثار النفسية والعملية لتخلف المسلمين على تماسك الأمة وشعورها بطبيعة التهديدات؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان المسلمون والتخلف. مشاهدينا الكرام، الحال اللي تكلمنا عنه هو جزء من الحال اللي وصل للعراق، عراق الخير، عراق الخيرات، عراق الرافدين، عراق الحضارات، العراق البلد اللي أول من علم العالم الكتابة والقراءة، البلد اللي انصنعت به العجلة، البلد اللي انصنعت به هواية من الأمور، البلد اللي حكم المشرق والمغرب العربي في فترة من الفترات، البلد اللي كان مسيطر في فترة من الفترات، بلد العلم والعلماء. هذا حالة، حالة تمطر الدنيا تفيض بهواية من المدن، حالة ناشط مدني يريد يبين لك حجم الفساد اللي دا يصير حتى يوعي المواطن يعتقل مثل ما صار ويا عمار الحلفي بمحافظة البصرة، حالة اكتظاظ للمراجع العراقي بالدوائر الرسمية مثل دائرة الرعاية الاجتماعية أو المستشفيات، لأن المستشفى بها هواية من المراجعين بس بها طبيب واحد، حالة أنه عندك نزاعات عشائرية مستمرة ومستمرة ومستمرة وماكو أي مظهر من مظاهر الدولة. ويجي السياسي ويقول لك سيادة الدولة وين؟ أبو عمر من بغداد ويانا، حياك الله. حياك الله أستاذ أفن المحترم، وحيا الله القناة الرافدين والجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله. حياك الله أستاذ أفن. إحنا بالنسبة نعرف أن النزاعات العشائرية والسلاح المنفلت اللي قاعد هاي عندها العشائر اللي من 2003 لحد الآن، نعم. هاي لولا عندنا الأحزاب اللي موجودة عندنا بالعراق اللي اجت حكمت من 2003 والسلاح المنفلت هو عندهم، بنشوف السلاح المنفلت انه هاي الاحزاب تقتل وترمي طلق في الهواء بدون اي محاسبه انه وزاره الداخليه والجهات الامنيه تحاسبهم. فايضا ان يكون عندهم هذا الدور انه من جانب العشائر اللي يسكنون بالجنوب، محترمات الاخوان والناس اللي عندنا بالجنوب والفرات الاوساط اللي هي موجوده، كثره الاحزاب اللي موجوده عندنا تحكم بالعراق، فهذا السلاح المنفلت اللي قاعد يصير مساعدة العشائر، مساعدة شيوخ العشائر بإعطائهم هذا السلاح وتمويلهم بالسلاح والعتاد اللي يشكل على بأنه أنه نسبة كثيرة عندنا من العشائر تقتل وتضرب طلقات بالهواء وتوزع لناس أبرياء ويصير عندهم قتل أكثر من 5 نفرات 6 نفرات، توصل أعداد إلى كثيرة بدون محاسبتهم وبدون إحالتهم للقضاء.
لان عندنا وزاره الداخليه ايضا هي عندها نفس ضباط الدمج وقيادات وزعماء انهم مسيطره على العراقيين من 2003 لحد الان. فعندنا وزاره الداخليه ارتباطها مع هذه الاحزاب، ما ممكن ان يكون عندنا محاسبه هذول العشائر وقاده الاحزاب اللي قاعده تحكم بالعراق. عندنا القضاء ايضا هو يعرف بانه عندنا هاي وزاره الداخليه وسلطه الاحزاب ناس فاسدين وناس مدعمين للسلاح. فهاي الدوله ما ممكن انه تصلح يتحاسب بها شيوخ العشائر والسلاح الملفت اللي قاعد نشوفه. محاسبتهم ما ممكن محاسبه الا تغيير هذه السلطه وتغيير هذا الحكم ويكون الها محاسبتهم. يلا نقدر نقول عندنا قانون وعندنا انه السلاح بيد الدوله وليس بسلطه الاحزاب. فهذا اشكرك واشكر قناتك وتحياتي الى الساده المشاهدين. رسائل واتساب وصلتني رساله من احمد من مصر من محل الكبرى. السلام عليكم استاذ افل الغالي، تحياتي إلى الأستاذ عمر، أخباره إن شاء الله بصحة جيدة. نعم الأخ عمر بصحة جيدة وإن شاء الله بخير، متى يرجع؟ قريبا إن شاء الله راجع لكم للبرنامج مع زميلي محمد أيضا في تقديم البرنامج. السلام عليكم، تحية لقناتكم وتحية لقناة الرافدين، حياك الله أخوي العزيز. السلام عليكم، هل العراق سيستعد لإقامة المونديال لكأس العالم المقبل على أرضه مع حكومة مليارات دخيل الله؟ لا تفتح عيونهم على باب من الفساد جديد، لأنه بعدهم ما فكرين، لأنه اللي يستقبل كأس عالم الفيفا راح يعطي فلوس، وأكو فنادق لازم تشتغل لأنه ماكو بالعراق فنادق، فراح يسوي لهم كرفانات مثل النازحين ويجيبوهم حتى يأخذوا منهم فلوس، فما نريد نفتح عيونهم على باب جديد من أبواب الفساد. كانت هاي رسائل الواتساب اللي وصلتني للبرنامج. مصيبة أنه العراق بيه خيرات وبيه قدرات وبيه عقول، والثلاثة يكملون واحد للثاني حتى يرجع العراق مثل ما كان قبل وأحسن ويرجع إلى دوره بالعالم والوطن العربي. لكن المشكلة أنه أكو زمرة هي اللي تتحجم الخيرات وتتحجم القدرات وتتحجم العقول حتى يصير العراق مثل ما شفناه هسه ومثل ما شفناه بالحلقات السابقة. فالحل تتوقعون شنو؟ نبقي لشوية ونضيع الهواية، لو نرجع الهواية ونطير لشوية؟ جوابه يومكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة باكر بإذن الله. في أمان الله.